السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، نتوما مزيانين؟ كي داير الاحوال؟ اليوم عندنا واحد الفيديو جديد، غادي نديرو هريسه. كلنا الناس كتعرف دير الهريسه، كل طريقته كلها، ولكن اليوم بغيت نشارك معكم الطريقه نتاعي نتاع الهريسه، لان كل واحد وطريقته. انا هاد الهريسه انا دايرها لشي ناس، بغيت نشاركها معاكم. ها نتوما معانا، ضروري تكون عندنا الفلفله، الفلفله هادي، وكاين اللي كيبغي يديرها بالسودانيه. اما الا بغيتي باش ما تجيكش حاره بزاف، كديري الفلفله وتزيدي مع السودان، بقيتي شويه يعني على حسب الحريه، على حسب الحريه ديالك. ها هنا على بركه الله، بطبيعه الحراره الفلفله منقيه مغسوله مسكده، خلينا نشفت على راحتها. ودابا غادي نديرها تفور في الكسكاس، كندير ليها نحيد ليها حتى هذا، وكنقسمها على جوج هكا. لما قطعناها سليناها كما كتشوفوا، مر الكسكاس كنحتاجوا ليها فص تاع الثومه، يعني ماشي فص، كركوبه تاع الثومه، يعني كركوبه تاع الثومه او الملحه، كنديرها تفور معاها. هكا شويه نرشو ليها الملحه، شرب لنا الملحه. وكتذوقوا على حسب الملحه باش ما تضيعش ليكم. صافي، ودابا كنديرها كنديرها تفور تصور فقط ونطلقها. ها هي من الفورات، هانتوما هرات هرات. دابا كنخليوها تكتر واحد 4 سوايع 5 سوايع، وخا حتى ليله كامله، عاد نوليو نطحنوها. و هانتوما معانا ما قطرات قطرات داك المويه ديالها. دابا درنا نديروها في مولينيكس ولا هاشوار ولا داك غير، واخا غير الرحه البلديه كديريها فيها وكطحنيها. ندير على نار مهيله نخليها تشحر تما. تشوفوها على الملحه، لقيتها شويه مسوسه، زيدوا شويه الملحه. بعدين عصر عليها الحامض، صافي، ونزيد عليها واحد شويه الزيت حيت هذا. الزيت عينك ميزانك، قلت نص كاس. صافي نحركها، صافي، ونديرها في القراعي. ندير شويه الزيت لتحت هنايا وصافي، نبداو نعمرو. Thank you.
الكريسان تاعنا وجدات، كنتمنى تجربوها. بسلام عليكم في الفيديو الجاي ان شاء الله باذن الله يا رب العالمين.